مرحبا بكم مشاهدينا من غرفة أخبار ون نيوز. قانون توفير اللقاحات اللي تم المصادقة عليه من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية، الصحة لم تتخذ أي إجراء حقيقي في تنفيذه، وبياناتها عن التعاقد لتوفير اللقاح ما كانت إلا للاستهلاك الإعلامي ووعود كاذبة للمواطنين. والهدية الصينية من اللقاح اللي كان عددها 50,000 كانت هذا الشيء الوحيد الذي دخل العراق، بينما استطاعت الكثير من الدول توفير اللقاحات لكثير من مواطنيها. بعد المصادقة البرلمانية والرئاسية، هل ستتمكن وزارة الصحة من الوفاء بوعودها؟ أم كما جرت عليه عادة الوزارة من بيانات إعلامية؟ ننتظر الأيام المقبلة لنرى مصداقية وزارة الصحة في توفير اللقاحات للمواطنين العراقيين. وهذه عودة لزملائي في استوديو الأخبار.